دكتور هاجو، يعني احنا اتكلمنا عن المرض بصوره كثيره كده، هل مساله الوقايه او مساله العلاج، هل بالامكان يعني نحصل على علاج لمرض للكانسر؟ بالنسبه لسرطان الثدي تشخيصه علاج؟ ايوه ممكن يعني اذا تم تشخيصه في حاله مبكره جدا ممكن يتم العلاج نهائي، وبنسبة 100% في حالات كثيرة يعني تم اكتشافه مبكر وبالتالي تمت المعالجة نهائية. فالعلاج ذاته هو بيتقسم على مراحل، نعم، وبيعتمد على التشخيص يعني بتبدأ القصة من السكرين اللي هو الكشف المبكر اللي هو نحن جلالنا شغالين في مستشفى دريم. إذا في حالة مشتبه فيها بنحولها إلى مركز المتخصص. في مركز غير دريم فيه كشف حاليا حصل؟ لا، في مراكز شغاله ما اعرف بالضبط، لكن اللي هنا اصلا احنا بسنوي بنعمل البرنامج ده. طيب. في اكتوبر، فبنعمل الكشف الذاتي، بنعمل معانا اخصائيين شغالين، اذا في اي حاله مشتبه فيها عندنا كونتاكت مع مركز الخرطوم للعنايه بالثدي، بنحاول بيكون في فحوصات زياده للتاكيد، بعد كده اذا تاكدت الحاله يا استبعدت. فاذا تم التشخيص بيكون عادة في البدايات يعني. والعلاج والبداية من التشخيص لما يكون في البداية، العلاج بيكون جراحي ويكون بنسبة كبيرة جدا أو 100% ممكن يكون يتم فيه الشفاء التام. أما العلاج عموما بيتقسم إلى علاج جراحي، علاج كيميائي، علاج إشعاعي. ده بيعتمد على يا تطور من الكانسر من السرطان الآن أنا اكتشفته، أو الآن الست هي فيها تطور. والأطوار ده أصلا بتتم بعد ما تاخذ عينة، عندها تقسيمات معينة حسب حجم الورم، حسب الغدة الليمفاوية المصابة، حسب الأعضاء حوالين الثدي مشى أبعد قدر شنو.